إذا مساء الخير على كل متابعين ومتابعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر وتحت شعار اليوم أنقذت حياة، يعني الشعار اللي أخذته هذه المبادرة ديال جمعية شباب المغرب كما تشاهدوا معنا، واحد مجموعة ديال الشباب تبارك الله ما شاء الله اللي أخذوا على العاتق ديالهم الحمل ديالهم أنهم يطلقوا واحد الحملة ديال التبرع بالدم. تنعرفوا النقص الكبير في مخزون ديال الدم على مستوى المستشفيات هنا بمدينة مراكش، سواء بالمستشفى الجامعي محمد السادس، سواء بالمستشفيات الأخرى ديال بنو طفيل وغيرها من المستشفيات الأخرى. الحمد لله أنه كاين هذه المبادرة اللي شاركوا من خلالها مجموعة ديال الشباب، والحمد لله أنه كاين واحد إقبال كبير من طرف المراكشيين كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر في هذه اللحظات، واللي غادي نستقبلوا من خلالها هذه الجمعية اللي قامت بالمبادرة. المبادرة اليوم الحمد لله انه يعني وصلوا واحد العدد مهم من المتبرعين كما غادي تتابعوا معنا من خلال هذا المباشر متتبع قناة شوف تي في. اذا نستقبلوا احد اعضاء الجمعية اللي قامت بهذه المبادرة، وكل سنة تنعرفوا بان كل سنة هذه الجمعية تقوم بهذه المبادرة باش انها تساهم في المخزون ديال الدم وبصفة عامة الناس اللي تيكونوا محتاجين لعمليات مستعجلة، وتنعرفوا يعني الحاجة ديال الناس يعني الفصيلات ديال الدم. اذا نخليو على لسان احد اعضاء الجمعيه هو اللي قربنا من يعني من اليوم كيفاش جرى اليوم واش كان شي اقبال بالنسبه للمواطنين يعني واضح من خلال هذا المباشر، وتبارك الله شحال وصلوا ديال الاعداد وكيفاش مشات اليوم المبادره. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سفيان شكيح نائب رئيس جمعيه مبادره شباب المغرب والمسؤول على نشاط الحمله الوطنيه الكبرى للتبرع بالدم اللي كتنظمها اليوم الجمعيه ديالنا سلاح جامع الفنا. كي كتشوفوا شهر رمضان هو على الحساب، وكنعرفوا انه في هذا الشهر الكريم بكل ما فيه زعما من حوايج اللي هما زينين على الوطن وعلى المواطنين، الا انه كيكون واحد الخصص كبير في المراكز الجهويه ديال تحقق الدم. لذلك اختارت جمعيه مبادره شباب المغرب ان تنظم النسخه التاسعه لحمله التبرع بالدم بهذا التاريخ بالذات وفي ساحه جامع الفنا اللي هي منتقى الحضارات ومنتقى الثقافات، باش ناكدوا انه التبرع بالدم هو واحد القضيه انسانيه لا تقبل لا التفرقه العرقيه ولا التفرقه ديال الجنس الانسان ولا اي حاجه، هي قضيه انسانيه يشارك فيها الجميع. نعم. الحمد لله اليوم الحمله ديالنا عرفت واحد النجاح واسع جدا بين المواطنين وبين المراكشيين والمراكشيات اللي ماشي من الغريب عليهم انهم كيقدموا كل ما اوتيوا باش انهم يساعدوا الغير. الحمد لله منذ الساعه 10 صباحا والى حدود الساعه تجاوز عدد المتبرعين 320 متبرع ومتبرعه في رقم ليس بالسهل، في رقم سيغطي لا محال الخصص اللي كيعرفوا المركز الجهوي تحقق الدم. وبيان سور هذا الشيء كيرجع فيه الفضل للشراسه والمبادره ديال اعضاء جمعيه مبادره شباب المغرب، وبيان سور الاطر الطبيه والصحيه وشبه الطبيه اللي كتساندنا وكتوفر لنا جميع الوسائل من اجل انجاح هذا النشاط، وبطبيعه الحال الصحافه الوطنيه والجريده شوف تي في التي تواكب وتغطي مثل هذه الاحداث الهاجفه اللي كنبغيو من خلالها اننا نوصلوا رسائل نبيله. نعم، علاش اخترتوا بالضبط صحيح جامع الفنا؟ واش لان تكون فيها الحركه بزاف، ولا انتم ولفتوا انه ساحه جامع الفنا بطبيعه الحال، علاش بالضبط ساحه جامع الفنا؟ دابا ساحه جامع الفنا الجميع يعتقد اننا نختاروها حتى هي فيها بزاف ديال الناس كيدوزوا، ولكن لا، حنا كنعرفوا جامع الفنا وحده اللي كاينه في العالم كي تنقولوا، جامع الفنا وحده اللي عليها الكاميرات، جامع الفنا التي يزورها الزوار من كل حد بين وسط من كل البلدان بمختلف جنسياتهم وبمختلف انتماءاتهم الدينيه والعرقيه. علاش كنختاروا ساحه جامع الفنا؟ لانه كي شاهدتوا معنا قبيلات كانوا معنا ناس اللي ماشي مغاربه يتبرعون بالدم، ناس اللي ماشي مسلمين ويتبرعون بالدم. نختاروا ساحه جامع الفنا لنؤكد ان التبرع بالدم هو قضيه انسانيه. نعم، شكرا لك، وتنتمنى لكم التوفيق يعني من الساعة 10 صباحا لحدود الساعة وانتم باقي مستمرين. الهدف هو انكم تجمعوا اكبر عدد من الاكياس ديال الدم والفصائل الدم للناس اللي محتاجينهم في انتظار الرئيس بطبيعة الحال سي مروان اللي الان
اذا تتسناو يعني لعضو اخر من الجمعيه كما تشوفوا يعني الحمله باقي مستمره في هذه اللحظات وباقي يعني تشوفوا عندنا واحد يعني اقبال كبير وكبير الحمد لله ديال المتبرعين كما تشاهدوا معنا والحمد لله يعني باقي الناس يعني في كل دقيقه وفي كل لحظه باقين يعني في الاقبال كثيف على يعني هذا المحطه ديال التبرع بالدم. ونتمنوا انه لما لا مازال ان شاء الله انه يكون واحد شويه الاقبال لانه هذا الشيء يعني تيساهم بشكل او باخر باش انه يكون ان شاء الله يزيد المخزون ديال الدم بالنسبه يعني المستشفيات بصفه عامه. معنا السي مروان مستشار جماعي ولا بالصفه ولا الله يكبر بك على الكبر اليوم حاضر هكا فاعل جمعوي. مرحبا اولا بعدا بغي نشكر الصحيفه ديال شوف تي في على التغطيه ديالها والمواكبه ديالها الدائمه لهذه الجمعيه ولهذه الاعمال الخيريه والاعمال اللي الحمد لله تتعود بالنفع على الوطن ديالنا. اذا كيف تشوفوا اليوم مشكوره جمعيه مبادره شباب المغرب انها انضمت واحد الحمله ديال التبرع بالدم هنايا في صحه جامع الفنا هنايا هذه الساحه هذه اللي عندها واحد الرمزيه كبيره في مدينه مراكش. هادشي علاش تم الاختيار ديال هذه البلاصه بالضبط لان هذه القضيه ديال التبرع بالدم هي واحد القضيه انسانيه اللي تتبرع فيها الكبير والصغير المراه والراجل المسلم واليهودي والمسيحي والمغربي واللي ماشي مغاربه من جنسيات اخرى اننا تتحدوا على قبل هذه المساله هذه اللي هي مهمه والحمد لله شفنا بان عندنا ولات هذه الثقافه هذه ديال التبرع بالدم وديال العطاء لاننا احنا معروفين منذ القدم معروفين المغاربه على التضامن ديالهم وعلى التآزر ديالهم وعلى ديما مبادرين لمثل الاعمال. اذا الحمد لله اليوم راه محققين واحد العدد اللي هو كبير ديال عدد المتبرعين والمتبرعات اللي فتنا دابا 320 وهذه هي الله السبعه كيف تشوفوا باننا دابا 60 البيبان 60 باقي الناس بغاو ولكن ما يمكنش باقي ندوزهم دابا هاد الناس هادو اللي عندنا يلاه ندوزهم تيطيح. والجميل انه حتى السياح ساهموا الناس ساهموا السياح بواحد الدرجه اللي هي كبيره وحنا فرحانين بعدا لان صح جامع الفنا رجعت لها الحياه والحمد لله مدينه مراكش بدات ترجع لها الحياه ديالها وبداو ترجعوا السياح بدات السياحه تترجع وصح جامع الفنا توحشنا نشوفوها هكا عامره بالسياح وبالناس لا من داخل المغرب لا من خارج المغرب. اذا حنا الهدف ديالنا هو ماشي غير اليوم فقط يجينا 300 ولا 400 واحد ولكن الهدف ديالنا هو المغاربه تولي عندنا الثقافه تزرع فينا من الصغر ديالنا لان كتعرف بان كاينين بعض الناس اللي تيشوشو او ما عندهمش علم تيقول لك اودي لا راه حنا ملي تمشيو الدم تيبيعوه لينا والدم تيتباع لا هو الدم تيتباع جوا الدم راه فابور وانت ملي تتبرع به تتقد واحد الحياه تتقد واحد الانسان وهذوك الفلوس اللي تنعطيو راه هما فلوس التحاليل باش حتى مثلا انا ملي تنعطي الدم ديالي راه تيخصهم يديروا ليه التحاليل واش ما فيكش ليباتيت واش ما فيكش الله يحفظ السيده واش ما فيكش شي مرض اللي هو معدي باش ما تعديش ذاك السيد اللي بغيتي تبرع عليه تيديروا دوك لي زاناليز للدم ديالك. وكذلك انا تنقول بان هذه صدقه جاريه انا كتجي واحد الانسان الله يحفظ يلاه دار السيده ولا يلاه دار واحد العمليه ولا عنده الدياليز وتجي انت وتتعاونوا وتيمكن لك تبرع حتى 4 نوبات العام. اذا تنقول لخوتي وخواتاتي المغاربه والمغربيات اننا خصنا تكون عندنا الثقافه هذه ونزرعوها في وليداتنا من الصغر باش نهار يوصلوا عندهم العمر ديال التبرع تبي يتبرعوه. وتنبغي نشكر كاع الناس اللي شاركوا معنا او ابتداء من الجمعيه المركز الجهوي للتحقن الدم وزاره الصحه اللي وفرت لنا الاطباء ولي زانفيرمي باش الحمد لله يدوز هذا الشيء بواحد الشكل اللي هو جميل. تنبغي نشكر كذلك البلديه على المسانده ديالها والدعم ديالها اللوجيستيكي. تنبغي نشكر السلطات المحليه اللي ديما الحمد لله هنا في صحه جامع الفنا وفي مدينه مراكش تلقاهم ديما في جنب الفاعلين الجمعويين وجنب الجمعيات تيعاونوا باش ننشئوا هذه المبادرات. تنبغي نشكر كذلك الصحافه الوطنيه اللي صراحه تتشجعنا وتتعطينا واحد الحماس وتنشوفوا بانهم تيغطيو تيجيروا واحد المواكبه لمثل هذه الانشطه الخيريه الجميله اللي تتزرع في القلوب ديالنا واحد الروح ديال التضامن والتآزر بيناتنا. اذا شكرا لكم. تبارك الله عليك السي مروان. تبارك الله عليك. الله يوفقكم. الله يوفقكم. اذا كما تابعتوا معنا من خلال مباشر متتابعينا والحمد لله دائما المغاربه ولفونا في الخير ودائما تحت شعار اليوم انقذت حياه عنادة هذا هو الشعار اللي كان حضرته الجمعيه.
اذا يعني اليوم انقذت حياه كما تشاهدوا معنا. الحمد لله انه من خلال هذه المبادره قدر انه نساهموا ونساعدوا كما تشوفوا باش اننا يفروا واحد المخزون ديال الدم اللي غادي يساعد بطبيعه الحال الناس اللي محتاجين الفصائل ديال الدم. وتعرفوا العدد الكبير ديال العمليات اللي تتعرفها المستشفيات هنا سواء المستشفى الجامعي واحمد السادس او مستشفى بن طفيل، فبالتالي تنعرفوا انه الناس يعني الله يحسن العوان كان اللي ما تيلقاش الفرصه انه باش انه الفصيله ديال الدم او التبرع بالدم، فبالتالي تنتمناو من خلال هذا المباشر انها تكون فرصه باش انه يعني جميع المراكشيين يعني كانت فرصه انه الجميع انه يتبرع ويقدم. وتبارك الله تنشوفوا بانه كاين واحد التجاوب كبير ديال 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 المراكشيين في هذه الحمله ديال التبرع بالدم، وهذا هو الهدف ديالنا وهذا هو المراد ديالنا بطبيعه الحال من خلال هذا يعني هذا الشباب اللي يعني قدموا الكثير والكثير كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر. نشوفوا يعني الطبيبه المشرفه على عمليه التبرع. السلام عليكم دكتوره، كي دايره؟ صافا لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. يعني كيفاش شفتي هذه المبادره اليوم؟ ليس ماشي المبادره الاولى اللي تقوم بها الشباب. نعم المبادره الاولى، نعم. كل عام من نفس التوقيته في السنه كنديروا هاد لي كارافان بوغ لو دون دو سان. الحمد لله كيجيو الناس بزاف، ولا دابا واحد الوعي كبير باهميه التبرع بالدم. واليوم وصلنا تبارك الله 320 يعني 28 بوشيت، يعني الحمد لله دازت مزيان، كان بزاف الحضور ديال الناس. نعم، يعني شنو هي الرساله ديالك اللي بتوصلي؟ يعني الشعار هو اليوم انقذت حياه، يعني شنو هي الرساله اللي بتوصلي للجميع المغاربه؟ وتنشوفوا كذلك السياح والناس الاجانب اللي جاو تاهما ساهموا في هذه المبادره هذه. هي الرساله اللي نبغي نوصل هو راه هذا التبرع الدم راه انقاذ حياه، وراه مزيان حتى للصحه ديال المتبرع. يعني هذاك المتبرع حتى هو الا تبرع بطريقه كوتيديان يبقى يجي كل 3 شهور يتبرع بالدم، راه مزيان ليه حتى هو الصحه ديالو، وفي نفس الوقت راه غينقد بزاف تاع اللي في ماشي حياه وحده مي بزاف ان شاء الله. شكرا لك دكتوره، تتمناو لك التوفيق. الله يكبر بك. اذا الحمد لله هذه المبادره ما عرفوش حتى المراكشيين او المغاربه بصفه عامه، يعني هذه المبادره عرفت حضور حتى الاجانب والناس اللي جايين من بعيد، يعني شافوا هذه المبادره وتكلفوا انهم يعني انهم يبادروا التبرع بالدم. بقى لي الا نشكركم على هذه المتابعه. نشوفوا يعني مديره المركز. تفضل سي بون. تفضل دكتوره. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتوره. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتوره. يعني هذه المبادره اللي تقوم بها دائما جمعيه مبادره شباب من المغرب، والحمد لله يعني كل سنه يعني تتساعد يعني المركز ديالكم. تفضلي يا دكتوره. شرف لنا اننا يكون عندنا جمعيات بحال جمعيه شباب المغرب، لان مجموعه اللي هي متحمسه وكتقوم بالواجب ديالها على احسن ما يرام، وعارفه شنو هو التبرع بالدم، وكتقوم به بواحد الحرفيه وواحد الحماس اللي كيخلينا نفتخروا اننا عندنا شباب اللي عندهم هذا الميول. وماشي سهل باش تجي نهار كله، ماشي نهار كله، لان ايام قبل باش يوجدوا ويقادوا ويديروا اللوجيستيك كامل، وفي نفس الوقت هذاك النهار كله هما كيفرغوه كيعطيو سبيسيالمون للمتابعين. حنا كنفتخروا بهذا الشباب وكنتمناو ان جميع الشباب يحذيو الحذو ديالهم. بالنسبه لنا الحصص اللي كيقوموا به اللي كيعرفوا المركز، نعم كيعرفوا المركز واللي كيملؤوا هاد الشباب هاد المبادرات عنده واحد الاهميه كبيره، لان كتخلينا نتفائلوا بان راه الحمد لله المركز ديالنا بخير. نعم، يعني شنو الرساله بالنسبه للمواطنين اللي دائما تيتخوفوا من هذا يعني اللحم ديال التبرع، انا ويجي يتبرع بالدم؟ الناس كاين اللي تكون عنده خوف من هذا التبرع هذا، انا الرساله ديالك يا دكتوره انت. احنا شوف الاجر ماشي سهل. نعم. الاجر ديما كيكون فيه واحد التخوف وما كيكونش فيه، خاص الانسان يزعم ويعرف بانه راه كيدير واحد الاجر كبير، بانه كيدير واحد الواجب اللي هو وطني ديني اجتماعي، وانها صدقه جاريه بمعنى ديالها الحقيقي والمجازي. فعلا هي جاريه كماده وهي صدقه جاريه، وانه ما كيعتقش الشخص واحد، كيعتقد ثلاثه ديال الاشخاص. والحمد لله
الله ماشي كلشي الناس كتخوف يا اي حاجه. اول حاجه بطبيعه الحال الانسان ما كيكونش عارف شنو هي التبرع، ولكن فوا كيتبرعوا الناس وكيعرفوا الاهميه ديالها. الحمد لله الناس كتعطي، كتولي عاده، كتولي عاده الحمد لله، وهذه احسن عاده ممكن الانسان يتبناها. شكرا لك دكتورة، شكرا لك بزاف. اذا ربما انكم استمعتم من خلال يعني هذه صدقة جارية، وحنا هذا هو المبتغى والامل ديالنا، لانه اليوم كيف ما كان الحال فانه التبرع تساعد او تساهم في انقاذ حياة شخص اخر اللي محتاج بطبيعة الحال لهذه الفصيلة ديال الدم. بقليل نشكركم، شكرا على المتابعة، والى اللقاء.